همشي معاك على اساس ان هي 1% نسبة كل دي. طب انت هتعمل ايه؟ يعني انت عدد وحدات لعنب، عدد وحدات لزيتون، لمانجا، موالح، بتحط قد ايه؟ بتحط 200 واحده مثلا، 200 كيلو، يعني 100 وحده بوتاسيوم، 100 وحده بوتاسيوم في 1%، واخد بالك يعني فيها كام؟ فيها كيلو كلوريد. طب انت كراجل مهندس زراعه متخصص و قطع السمك وديدها خلاص، هو نسبة المية اللي انت بتضرب فيها تكون فيها نسبة املاح او التربة اكثر من اللي هو موجود عندك في نسبة الكلوريد اللي هو جنب البوتاسيوم. انا على فكرة تحت ظروفك مش عاوز اقول لك يعني كلمة تانية اجنح كده اقول لك انا هسمي مثلا كلوريد بوتاسيوم تحت ظروف الارض دي بطريقة معينة في مانجمنت معينة وهاخد نتيجة معايا ولا انا ده بيتكلم عن كلوريد البوتاسيوم الخام اهو الخام اللي نسبة الكلور بي فيه بتعدي كام يا حنفي؟ يعني على اساس ان انا هاخد 100 وحدة ب 200 كيلو على مدار السنة، على مدار السنة 100 كيلو 200 وحدة في 200 كيلو فيهم كيلو كلوريد صافي. هنا الكلوريد نسبة الغسيل فيه تكاد تكون 80%، يعني ما بتمسكش ولا ايه. عارف تخاف من ايه؟ تخاف من حاجه زي الصوديوم، لكن ما تخافش من الكلوريد. وانس تنزل عليها الميه خلاص حصل له ريتش. الدكتور حسن بيتكلم في حته تصنيع من هيدروكسيد البوتاسيوم، تصنيع من كلوريد البوتاسيوم، تمام كده؟ هو الستاندر الاعلامي اللي هو لغايه 1، احنا المجتمع ما بيوصلش لواحد، بيوصل لنص، بيوصل لسته، بيوصل لثمانيه كذا. حته سؤالك، طب انا لو عايز خالص زيرو، هو بيكلمك بيقول لك على ان هو على مدار السنه كلها هتحط ايه؟ هتحط جرامات في الغسيل، سهل جدا اساسا انت بتحط اللوحه اكتر بكتير جدا من ان احنا مش بنغبنهم هنا. انا البنيه اللي احنا طبيعي خاصه ما انا عارف ان طبعا الصوديوم هنا في الارض بطريقه بشعه. انا مع حضرتك انا بكلمك، هل هيحصل هو هيسيب البوتاسيوم ويروح للصوديوم ويمسك ويقول ايه؟ لا لا، نسبه الغسيل تقالب به في المانجمنت بتاعتك في المزرعه. انا الكلوريد انا بالنسبه لي ما كنتش مشاكل اي كميات ميه. المنيا مشكلتها الاساسيه ما انا عارف مشكله ملح تربه. ملح تربه يعني في ده ميه الخرطوم ضرب الشجره تحت منه ميه، الخرطوم ضرب بس ضرب ميه، اداني شويه ميه بتاعت ملح الشجره ماتت. انت عندك مشكلتين تحت ظروف المنيا، عندك كالسيوم كربونيت عالي. ايوه تمام، واخد بالك؟ وعندك نسبه ملوحه طبعا بالتاكيد، وانت لو ما خدتش في ادارتك للري وكلام زي كده هيبقى عندك ترطيب وتجفيف ودنيا ومجموع جزر وكلام زي كده، هتخش ومتقلع مش عايزين ساعه للري انا بالري. ايوه تمام، كل حتى بتوع العنب والناس اللي جت من بحري واشتغل نفذ برنامج بحري في الري هنا فشل. طبعا لان اللي جه من بحري وطبق نظام الري. طب انت لما جيت من بحري هنا عدلت خلال قد ايه؟ عملت ادابتيشن لنفسك؟ عملت سنه لما اتظبطت مع برنامج المنيا وحصلت مشكله كتير. اصل انت انا حلت يعني انا من ضمن الحاجات عملتها مشكله فيهم في الدخل هنا على فكره النخل اخر حاجه معاك يعني. لا على فكره، على فكره بس. في حاجه بس يعني ايه؟ انا بفكر ان هي كده الملاك يتحمل املاح. لا لا لا، يتحمل لغايه 10,000 معاك كده يتحمل، بس اللي يأثر في المحصول انا مش بتكلم يعني من، انا بكلمك يعني على اساس خبره ومزارع قائمه ومنتجه تجاريا وكلام زي كده اهو يعني. ما انا بس لما بس انا عايز هو يتحمل مركب الميه مثلا لغايه مثلا 10,000 ميه، يقدر ان انا اراوغ ميه 10,000 تمام وهتمشي معايا بمعاديات والكلام ده كله. انما انا في حاجات هنزل او اوريها لك دلوقتي، ارتداد التربه، التربه اللي حوالين النخله اللي اتغسلت ورجعتها تاني، النخله ما استحملتش اسبوع وراح مسقطه حد. النخله دي عمرها 5 سنين يعني، انت خد بالك معايا، ضربه والدنيا تمام، شويه الرمل اللي جم من الارض رجعوا تاني عند النخله موتوا النخله. وعلى فكره ما قعدت تسعى لغايه شاهد عيان يعني عادي يا ريس، ما اصل خلي بالك يمكن لما ردمت ما اديتهمش حقهم تاني في الغسيل بالميه بسرعه مع حامض نيتريك مع بس برضه دول يعني دول عشان جالهم تربه. الوقت بتاع الهضره احنا كنا بنعمل تربيه حوالين النخل، جايبين تربه من بره ومغسوله وكلام ده. فالولد بتاع الهضره وهو استسهل
مش مغسوله التربه رمله يعني اللي هي بتاعت المباني الصخر. انما الورقه بتاعت الاوضه لما ما لهاش تربه راح زي ايه رمل من فتح النخله كده وعمل لها الجوره بتاعتها بس على التربه وما غسلتش كويس. فيهم معالجه كل يوم بقيهم حاجه عشان يرد وعملهم تطويش والقصه دي. عارف ليه يا باشمهندس؟ لان انت عندك مشكله في كالسيوم كربونات ومعدل الصرف بتاع التربه عندك يكاد يكون بطيء جدا او كفاءته قليله جدا. عارف لو انت عندك ميه ارض رمله المسافات البينيه بتاعتها كبيره وبالتالي الليتشنج بتاع العناصر مش هتحس بالمشكله دي. ليه؟ لان دي خاصه بغذاء التربه. لازم يبقى انا بقول لحضرتك لما هيبقى عندك كالسيوم كربونيت معناها برنامج التسميد بتاعك يختلف عن بحري خالص. رقم واحد احتروا كميات ميه قليله وعلى فترات قريبه، دي رقم واحد. رقم اثنين لازم يبقى عندك ماده عضويه اساسيه بالنسبه لك، لانك انت هنا مع ظروف درجات الحراره العاليه معدل حرق الماده العضويه بيبقى سريع جدا، وبالتالي انت رقم بتبقى يعتبر ما عندكش ماده عضويه. اكيد. اي حته هنا انا النهارده بوصل اي حد بيشتغل الله ينور عليك بقول له ماده عضويه وميه. الاثنين ماده عضويه وميه. وانا شايف ان الاستثمار الامثل في المنطقه دي دلوقتي مصنع كومبوست، ومفيش ولا مصنع كومبوست قريب يعني في تعمل يعني. لسه ما اشتغلش. لسه ما اشتغلش. بس لو في واحد مصنع وبيعمل منتج كويس الناس مش كده؟ انا واحد من الناس المنيا بالذات بقول مطعم ابويا وميه وبعدين المرتبه الثالثه تسميد. الله ينور. اخر حاجه التسميد وصل عليه. غير درجه التربه يعني حاجه. غير التربه اهم حاجه صحه التربه نفسها. يعني اساس النبات عندك تربه جيده، ماده عضويه كويسه، تهويه كويسه، صرف كويس، مجموع جذر كويس من خلال بتحط منشطات بذور رقم واحد، رقم اثنين ما يبقاش عندك عفان بذور ولا نبات. بالنسبه للاحماض ولا نبات لازم هنا برضه استخدام احماض بكثره عشان تفتح الطرق. هتستخدم احماض تحت ظروف الاراضي فيها كالسيوم كربونيت تركز بنسبه كبيره جدا على الحمض النيتريك رقم واحد قبل التصريف وقبل التنبيت. واقول لك ليه؟ لان حمض النيتريت هيعمل عندك نوع من تحويل الكربونات الكالسيوم لنترات كالسيوم. نترات كالسيوم سامه وهي الجثه الموجوده عندك وعندها لك مشكله ما بين التضاد ما بين الكالسيوم والبوتاسيوم من ناحيه والكالسيوم والفوسفور من ناحيه والعناصر الصغرى اللي هي غير متاحه. الحته دي هتقول لي اضيف حمض كبديك، اضيف حمض كبديك بس الحذر لان انا خلي بالك للجزئيه دي لان انا وضفت حمض كبديتيك لارض فيها كالسيوم كربونات عاليه هيبقى عندي كبدات كالسيوم جبس زراعي. جبس زراعي بطيئه الذوبان عشان ادور ولو عندك صوديوم هتعمل كبريتات صوديوم ملح ألعم من كلوريد الصوديوم هيحتاج غسيل اكتر كميات من الميه اكتر. عشان كده يا باشمهندس تركيزك في الازوت على نترات النشادر اكتر من سلفات النشادر. واخد بالك ليه؟ لانه نترات سلفات نشادر فانت عندك جزء واحد كبريت مصدر ازوت امونيوم. لما يحصل درجة الحرارة أو البي اتش يعلى درجة الحرارة تعلى أو البي اتش يعلى ودرجة الحرارة تعلى معاها 6 و7 و8 كل الأزوت الموجود عندك بيتطاير في صورة غاز أمونيوم. وأنت حضرتك قاعد وبتسمم وتيجي تنام في الاستراحة وكل سنة وأنت طيب. عشان كده بتقلب لما طلعت من الشاتل لأنك أنت عندك مشكلتين، مشكلة إنه بيحصل بي اتش عالي والأرض لها قدرة تنظيمية عن البي اتش وقت ما يعلى خلاص الازوت اللي في الارض ده انتهى وانت بتسمد وبنيني. وعندك مشكله تانية ان عندك لازم ملوحه ايا كانت ملوحه تربه او ملوحه ميه فانت بتستخدم النترات عشان تبقى مضاد لنسبه الكلوريد الموجوده عندك وتستخدم البوتاسيوم عشان يضاد نسبه الصوديوم الموجوده عندك. واخد بال حضرتك؟ فعشان كده بتضرب عصفورين بحجر. لو انا عندي بي اتش عالي والجزء ال 50% امونيوم فقدتهم يبقى عندي جزء النظرات 50% نظرات امونيوم فاهمني؟ العكس ده بيبقى موجود في سلفات النشاط ال 50% بتوع الامونيوم ضاعت خلاص انت ما عندكش مصدر ازوت. يعني هي لو هتشتغل سلفات النشاط هتشتغل مع الخدمه مع استمرار العلوي مع الخدمه في البدايه خالص في عمليه التحليل عشان خاطر البكتيريا عشان خاطر فهو الريش وماشي فهو جميل انه النبات راجع معاك بسرعه. رقم واحد عدم نفاذيه الخلل
حضرتك عارف لو ارض رمله وجبت باللودر ودفنته نصها غسلت وكان هذا هو القول الفصل.